عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن أمام درس جديد ألا وهو القوى، تابعونا لتستفيدوا على بركة الله. إذا قبل ما نبداو في الدرس غادي نديرو واحد المثال بسيط باش تستافدوا وتفهموا الدرس مزيان. نعتبر مثلا لدي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. إذا لاحظوا هنا عندنا جداء ثلاثة ثلاث مرات، عندما يتكرر العدد ثلاث مرات أو نزيد مثلا أربع مرات، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ما علينا إلا أن نكتبه بهذا الشكل المبسط، ثلاثة أس أربعة. إذا ما كتكتبش ديك أس، كتنطق ثلاثة أس أربعة، أربعة كتكون في الفوق، علاش؟ بمعنى أنه ثلاثة جداء ثلاثة جداء ثلاثة أربع مرات. إذا هاد ثلاثة كتسمى الأساس، وهاد ربعة كتسمى الأس، وهذه كتسمى القوة. إذا القوة ديال العدد ثلاثة، إذا هنايا ثلاثة أس أربعة في هاد الحالة هذه. مزيان. إذا اللي خصكم تنتبهوا هو أنكم ما تخلطوهاش بين ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة، إذا حيت هنايا كاين جمع، وبالتالي هنا كنقولوا فقط ثلاثة في أربعة، ما كنقولوش ثلاثة أس أربعة، لأن الأمر هنا وهنا ليست لهما نفس النتيجة. مزيان. إذا باختصار، إذا كان إكس عدد حقيقي وإن عدد صحيح طبيعي، إذا قلنا إكس عدد حقيقي كيفما يكون هذا العدد بالفاصلة بالآلة الكسرية كيفما بغى يكون، يكون سالب موجب، وإن عدد صحيح طبيعي يعني صفر واحد اثنان ثلاثة إلى آخره. إذا نعتبر في الحالة إذا كان إن أكبر من واحد، يعني في هذه الحالة هذه مثلا عندنا إن اللي هي أربعة، إذا كيفاش كتكتب؟ إذا إكس أس إن ماذا؟ تساوي إكس مضروبة في x مضروبة في x n مرة، على قد ديك n اللي كاين هنا على قد x. إذا نعطيو مثال بكل بساطة. إذا نفترض أنه لدي ثلاثة، ثلاثة درناها، نديرو خمسة أس ثلاثة. ما معنى خمسة أس ثلاثة؟ هي خمسة في خمسة في خمسة، ماشي خمسة مضروبة في ثلاثة. خمسة في خمسة خمسة وعشرون، خمسة وعشرون في ثلاثة تساوي. لاحظتوا هذه هي المثال الأول. إذا بسيط هذا الدرس ديال القوى. إذا بالنسبة لN يساوي واحد، إذا كانت عندك N يساوي واحد، مثلا لاحظوا هنا X أس واحد، ماذا يساوي؟ يساوي X العدد نفسه. شوفوا في هذه الحالة مثلا عندي مثلا عشرة آلاف أس واحد، فإنها تساوي عشرة آلاف، إذا كيساوي العدد نفسه. مزيان. إذا كانت عندي n تساوي صفر و x تخالف صفر، مثلا عندك واحد العدد أس صفر، إذا هنا أس صفر أكيد هنا القضية. إذا عدد أس صفر يساوي دائما واحد، كيفما كان هذا العدد. لو أنه لديك مليون الصفر فإنها تساوي واحد، مليار الصفر واحد، أي عدد خصير يقول لك العدد يخالف الصفر، حيت ما كنقولوش صفر الصفر، واضح؟ إذا نعم، إذا لدينا إن تخالف صفر و إكس يساوي صفر، العكس إلى عندك هنايا صفر أس إن، مثلا صفر أس إن هي تساوي صفر، مثلا صفر أس أربعة كم تساوي؟ تساوي صفر، لماذا؟ لأن صفر أس أربعة هي صفر في صفر في صفر في صفر تساوي صفر. غير واحد صفر في الجداء، راه الجداء كله كيكون صفر ما بالك أربعة مرات. مزيان. إذا والحالة الأخيرة، إذا كان لدي إكس يخالف الصفر وإن عدد نسبي يقدر يكون سالب، مثلا إكس أس ناقص إن كم تساوي؟ تساوي واحد على إكس أس إن. هل فهمكم؟ مثلا عندك اثنان أس ناقص ثلاثة، إذا هذه كتجي ما نقدروش نحسبو بهذا الشكل، أش كنديرو؟ كنديرو ما يسمى بالمقلوب، كنقلبوها وكنتخلصو من داك الأس السالب. ما هو مقلوب اثنان؟ واحد على اثنان أس ثلاثة. لاحظوا كينزل هاد اثنان تحت وهاد ناقص ثلاثة كتولي ثلاثة، حيت نزلت في تحت وكيولي موجب، وبالتالي يمكن لي نخرج هاد النتيجة، حيت أن واحد اثنان في اثنان أربعة في اثنان ثمانية أو تساوي واحد على ثمانية باختصار. لاحظوا كنا ما قلبناش، ما غاديش نقدروا نحسبوها ديريكت بهذا الشكل هذا. إذا الحالة الأخيرة، إلى عندي أ على ب أس ناقص إن، إذا باختصار تساوي ب على أ أس إن، أشرح لكم. إذا إلى عندكم مثلا ثلاثة على أربعة أس ناقص خمسة،
باختصار الى عدد دائما اس عدد سالب كتقلب في هذه الحاله هذه ملي قلبنا درنا واحد على ولكن ملي كيكون عندك عدد كسري يعني البسط كيولي المقام والمقام كيولي البسط يعني 4 اللي كانت في المقام كتطلع الفوق كتولي البسط 4 و3 اللي في البسط كتولي المقام وكتولي عندك أس 5 بمعنى 4 على 3 في 4 على 3 في 4 على 3 5 مرات ثم كتحسبوا بآلة حاسبة 4 في 4 في 4 إلى آخره و3 في 3 في 3 5 مرات إلى آخره وتلقاو النتيجة براسكم. إذا نتمنى أن الفقرة الأولى تكون مفهومة مزيان وفهمتوا خاصة هذه الفقرة ديال المقلوب. غادي نشوفوا سلسلة أخرى ديال التمارين اللي غادي تشرح لكم هذا بالتفصيل. ننتقل إلى الفقرة الثانية. المحور التالي سنتناول خصائص القوى. اذا هنايا غادي نشوفوا بعض الخصائص المهمه في درس القوى. اذا غادي نشوفوا خاصيه بخاصيه وغادي نعطيو مثال باش تفهموا اكثر. اذا كان او بعددان حقيقيان غير منعدمان اذا ما يكونوش كيساوي صفر ام وان عددان صحيحان نسبيان يعني يقدر يكون 1 2 3 4 كذلك يمكن يكون ناقص 1 ناقص 2 الى اخره غير ما تكونش واحد فاصله ولا جوج فاصله. ثم اذا غنشوفوا هذه الحالات. اذا لاحظوا في هذه الحاله عندنا ا اس ان في ا اس ان يعني عندنا نفس الاساس واسين مختلفين. المثال اللي كيشبه ليه هو مثلا 2 اس 3 مضروبه في 2 اس 2 اذا كانت تساوي في هذه الحاله. اذا بلاص انا ما نحسب كل وحده بوحدها اش كتقول لي القاعده؟ كتقول لي القاعده انه اذا كانت عندك نفس الاساس واسين مختلفين اذا تساوي ا كنخليو الاساس والاسين كنديرو ام زائد ان. اذا في هذه الحاله هذه ديال مين ايش غادي ندير؟ 2 اس 3 2 اس 2 اذا تساوي 2 3 زائد 2 شحال؟ 5. اذا وببساطه كنكتب 2 اس 5 وطبعا 2 في 2 4 4 في 2 8 8 في 2 16 و 16 في 2 شحال؟ 32. اذا هي هذه 2 أس 5 عندكم تخربق لكم وتقولوا 10 جوج في 5 10 لا مزيان. إذا نشوفوا الحالة الثانية. إذا الحالة الثانية هاد المرة العكس عندك الأساسين مختلفين والأسين متماثلين. إذا في هاد الحالة أش كنديرو؟ كنديرو تساوي أ بي. إذا أ في بي هي أ بي بين قوسين الكل أسين. إذا كيف حالي لا عملنا ولا كان ماشي التعميل هنا. إذا لاحظوا مزيان. إذا عندي مثلا 3 أس 2 مضروبة في 4 أس 2 يكفي. إذا ببساطة ندير 3 في 4 الكل أس 2 اللي هي 12 أس 2 وكتحسب نتايا 12 في 12 شحال؟ غادي تلقاها 144. إذا 12 في 12 نعم إذا 2 في 4 ثم 2 في 1 إذا 24 إذا هي هذيك 144. مزيان. إذا لاحظوا في هذه الحالة يعني كل حالة راه بوحدها. إذا نشوفوا الآن الأعداد الكسرية. إلا عندي أ و بي لاحظوا مختلفين وعندهم نفس الأس. مثلا عندي 3 أس 2 مقسومة على 2 أس 2 مزيان لاحظوا مختلفين ولكن الأس كي بحال بحال أشنو كنديرو؟ كي بحالها نفس الشيء التعميل كنديرو ماشي التعميل ولكن كيشبه ليه واش مفهوم؟ أ على بي لاحظوا كنديرو بين قوسين الكل أس إن. إذا الكل أس إن 3 أس 2 2 أس 2 كنلاحظو عندنا نفس الأس. إذا بهذا الشكل كنكتبو 3 على 2 الكل أس 2 نعم. إذا الحالة الرابعة نشوفو هنا العكس عندنا نفس الأساس وأسين مختلفين والكسر. إذا في هذه الحالة هذه مثلا نعطيكم مثال مثلا 5 أس 2 على 5 أس 3 أو ندير هنا 3 أحسن باش نعقد المسائل عليكم. إذا هنايا بهذا الشكل هذا القاعدة كتقول أننا كنديرو أ أس إن ناقص إن الأس ديال البسط ناقص الأس ديال المقام يعني 5 أس 3 ناقص 2 تساوي 5 أس 1 اللي هي 5 اللي لاحظتو. إذا بلا ما نحسب 5 أس 3 بوحدها و 5 أس 2 غادي نلقاو نفس العملية إلا حسبنا تاع البسط غنلقاو 125 5 في 5 في 5
وديال المقام 25 5 اس 2 وبلو 25 مقسوم على 25 كنطيحوا في ديك 5 ليت يعني بحال بحال، ولكن من الاحسن نستعملوا هذه الطرق. والحالة الأخيرة هي حالة تجيكم غريبة اللي هي أس أس، يعني قوة قوتين، مثلا بحال هذه الحالة أ أس إن الكل أس إم، في هذه الحالة كنديرو أ أس إن مضروبة في إم، مثلا عندك إثنان أس إثنان الكل أس ثلاثة، إذا لاحظوا كاين جوج أسات، إذا في هذه الحالة هذه كنديرو إثنان وجوج مضروبة في ثلاثة في الأس كتساوي إثنان أس ستة. إذا نتمنى أنكم استفدتم معنا وفهمتوا هذه خصائص ديال القوى. ننتقل للفقرة الموالية.